الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا واستقيموا صدوا الخلل please fill in the gaps make sure the lines are straight يرحمني ويرحمكم الله الله أكبر اسمك تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده لك الحمد الكثير الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلوات طيبات. الله أكبر. إن الله هو رسول. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أحد من صلى الله عليه وسلم. السلام منك السلام تبارك ربنا وتعالي. حي يا قيوم رحمتك نستغيث. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم اغفر وارحمنا خير الراحمين. اللهم صل على قلوبنا وصل على قلوبنا على طول محمد صلى الله عليه وسلم. خير الله خير الله خير الله. Well,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brothers and sisters, a few housekeeping announcements. Fitra, normally we collect between 4,000 to 5,000 people who drop off their fitra that is close to $50,000. I was just checking, I mean somebody told me, Shamsur Rahman told me that we are a little over 10% of it. So there are a lot of beneficiaries and recipients who are coming to receive the fitra. So it's a good idea to drop it off. It will be easy for the people to disperse as well as the recipient. So please do it as soon as you can. Number two, inshallah, the Qiyamul Layl will start on the 20th of Ramadan, that is 21st night of Ramadan, all the way till the last day, inshallah. We have a lot of programs. And talking about the Qiyam, we have two scholars coming back. One, Siraj Wahaj, will be here next Friday, next Thursday and Friday. He'll be here next Thursday also, and two khutbahs on Friday, and followed by Imam Yasin, the last Jumat al-Wida. Imam Yasin will be here, inshallah, giving two khutbahs. And another announcement just went out of my mind, inshallah, but today we have the speaker from ICNA, Brother Riyad Larif. He's going to be appealing on behalf of Islamic Circle of North America. They have various programs, and he'll talk to you for 5 minutes. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. My dear brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala, He says in the Quran, Kuntum khayra ummatin ukhrajat linnas. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah subhanahu wa ta'ala in this ayah, He is calling you and I as the best nation ever produced as an example for mankind. The best nation ever produced. And again, we know, my dear brothers and sisters, we don't get titles for nothing. When Allah subhanahu wa ta'ala calls us the best nation, it comes with responsibilities. In this case, in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says what those responsibilities are. تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ الْمُنْكَرِ. Enjoin all that is good and forbid all that is evil. And what is the greatest evil in this world?
And again Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Verily, the shirk is the greatest evil of all. Allah subhanahu wa ta'ala says that in the ayah. And again today Shaykh read in the first rakah, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. The only deen that is acceptable to Allah subhanahu wa ta'ala is Islam. But we have people around us who says that Allah subhanahu wa ta'ala is one of three. Na'udhu billah. I'm here standing on behalf of Islamic Circle of North America, the Dallas chapter. By the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and through your support, we are able to do a lot of da'wah programs, inviting people to the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Last year, alhamdulillah, we gave away over 1,000 da'wah packets to the non-Muslims in this area. And we had 5 billboards in the highways. And let me just tell you this. Just imagine you driving by the highway and you see this billboard praising the name of Allah subhanahu wa ta'ala, praising the name of Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Imagine the response. Imagine the powerful message it sends out to the people. One person saw that message and he called a hotline. And by the time he kept the phone down, he said, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. He took his shahada. We get, you and I get the reward of that shahada. And inshallah, many more shahadas to come. But we have to do our duties. And again, Islamic Circle of North America, our work doesn't just stop there. After people come to Islam, we take care of them, both the fortunate ones and the unfortunate ones. Many people, many new Muslims, they get incarcerated. They go to prison. But when they come back, they don't find a way. They want to find a way where they could stick to and don't go back to their old ways. But alhamdulillah, ICNA has a program called Temporary Housing Program. And for the last 3 years, we have helped out over 50 people, alhamdulillah. And this is happening by the will of Allah subhanahu wa ta'ala and through your support. And we need your support, inshallah, to continue our work, inshallah, in the coming year and beyond. Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ. We talk about bad economy, but Allah subhanahu wa ta'ala is telling us, is calling us to invest with Allah subhanahu wa ta'ala for a trade that will never go waste. So we need your support, my dear brothers and sisters. And again, ICNA Dallas chapter is a 501c3 organization. It is tax deductible. You can give your zakah for a purpose. And again, like I said, we don't just stop there. Yes, calling people to Islam is just one part of the equation. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala says, who is better in speech than the one who invites others to the path of Allah subhanahu wa ta'ala? Does Allah stop there? No, he says, وَأَمِلَ صَالِحًا وَأَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. The one who invites others to the path of Allah subhanahu wa ta'ala and does righteous deeds. And alhamdulillah, the ICNA Relief Department of ICNA Dallas chapter, they have a variety of relief programs. We have a food pantry. We have a food pantry that helps over 200 families every month. We give out 12,000 pounds of food every month. I can go on, my dear brothers and sisters. I can go on projects after projects after project. We don't have the time. But let me just leave you with the story. A while ago, a person came to our food pantry. And during the conversation with the brother, we found out that he was from Burundi. And he was a son of an imam. And during the conversation, we also found out that he was, some bad smell was coming out of his mouth. Not the smell because of bad breath, but this is the bad smell that comes because you fast. So we asked him, then he said that he hadn't had a decent meal in the last 15 days. Then he remembered an advice from his father. His father had told him that if you know that you're going to starve, it is better for you to fast. That was the advice that he remembered from his father, and he had been fasting for the last 15 days. Subhanallah. And we have brothers and sisters like that in our community, and we have to take care of them. It is you and I. It is your responsibility and the responsibility of mine to take care of these brothers and sisters. And we have to do it. Allah subhanahu wa ta'ala is inviting you to support them. And this is the greatest work that we could do for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Your money is not going to go to waste. It will come back to you. Allah subhanahu wa ta'ala says, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَإِضَائِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala says, who can give a great, a beautiful loan to Allah subhanahu wa ta'ala so he can multiply that and give it back to you.
And Prophet sallallahu alayhi wa sallam also said, whoever takes care of a poor person or a widow, he is like a mujahid fighting in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. He is better than the one who prays all night and fasts all day forever. Look at the status that Allah subhanahu wa ta'ala gives us if you support a poor person. And you want to get that reward, my dear brothers and sisters. Again, مَا نَقَصَ مَالٌ مِّن صَدَقَةٍ. Your charity, your wealth is not going to be reduced by charity. Give your charity. We're going to be standing outside, inshallah. Come and give as much as you want, inshallah. Make your dua. And Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, اِتَّقُوا النَّارَ فِي شَكِّ ثَمْرَةٍ. If all you could give is a piece of bait, give that and save yourselves from the hellfire. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our good deeds in this month. And make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Make dua to, for the people here and for the people in Syria and all over the Muslim world. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our siyam and qiyam. Wa akhru dawana alhamdulillahi rabbil alameen. Jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum. Please make your lines. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inshallah, we'll be reciting. Inshallah, Surah Anbiya, Surah Hajj, and Surah Nur, and Surah Mu'minin, inshallah. Salatu sunnatu tarawih arhamah. الله أكبر اسمك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عاملين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم قال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق يعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطاً آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه أهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه رب لا تذرني وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صفر الله صفر الله صفر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله InshaAllah, there will be a sajda tilawah in the first rakat. Pahli rakat mein sajda tilawah hoga, inshaAllah. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والصابئون والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله أكبر الله أكبر هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد
إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله والسلام السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبطين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فأكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لوط سليمان يحيى زكريا إبراهيم like we don't know which one to talk about one prophet will take so much time which one بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. As requested by the management to talk for a few minutes, inshallah, hopefully let's try to see if it sticks to a few minutes. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أما بعد الحمد لله we are citing Surah Anbiya, Surah Hajj and these are such beautiful surahs so much tafsir and so much detail is in these surahs of every single prophet the way they submitted their will to the will of Allah and how Allah subhanahu wa ta'ala tested them and put them through the different trials and hardships and tribulations of the tyrants of their particular time Many prophets are mentioned, but one prophet that keeps coming up in my mind, flickering every different time, the way Allah subhanahu wa ta'ala mentioned him, is Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam. In this particular surah, as we all know, Ibrahim alayhi salatu wasalam is Khalilullah. Allah subhanahu wa ta'ala gave him high status. He's amongst the five Ulul Azam prophets. The Ulul Azam are the greatest of the prophets. Out of the 124,000 prophets, which are mentioned 25 in the Qur'an al-Kareem, Allah subhanahu wa ta'ala gives five prophets the noble character of Ulul Azam. Ulul Azam means high regard, high respectable, honorable prophets in Allah subhanahu wa ta'ala's eyes. Amongst the five is Ibrahim alayhi salatu wasalam. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Qur'an in various places the different halat and different ways Ibrahim alayhi salatu wasalam was trained. From the very small young age when Ibrahim alayhi salatu wasalam was a child, he had a beautiful vision. And that vision was to obey one Allah subhanahu wa ta'ala and to worship only one Allah and there should be nobody else that should be worshipped. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ عَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامٍ آلِهَةً He used to go and confront his father and say, Azar, Azar was a father, but he was an idol worshipper, he was a mushrik. And while the Muslims are praying by the Baytullah, the mushrikeen are coming also, they're also praying. So he used to come and ask them, قَالَ أَتَعْبُدُونَ He said, قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ He says, why do you pray of something that does not give you any benefit? You see this thing that's lying in front of you, does not give you any benefit, does not give you any nafa or nuqsan. لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ It doesn't give you anything. So why do you pray to this? وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ Why don't you pray to the Creator, the Khaliq, the one that is watching you, the one that does every single thing that's happening is because of him. And the one who has created you, وَمَا تَعْمَلُونَ He also created your amal, he also created your halat, your conditions, your life, every single thing that's happening. So this was the vision of Ibrahim alayhi salatu wasalam when he was a very small child. And this is the time that he grew and he gained closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has given him prophecy. And another place in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentions, he came, he says, رَبِّ هَبْ لِي مِنَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيْهَدِينَ He went towards Allah subhanahu wa ta'ala so that Allah subhanahu wa ta'ala could guide him. Having that vision and having that sincerity, having that thought from childhood, and he's going in the path of Allah, he's asking, Ya Allah, guide me. سَيَهْدِينَ So Allah subhanahu wa ta'ala may indeed close by, he will guide me. وَقَالَ رَبِّي إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيْهَدِينَ رَبِّي هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ Then like every father, he had a dua, Allah grant me with a righteous son, righteous offspring. Allah subhanahu wa ta'ala, after 10 years of crying of a prophet, he accepted his dua. And the dua was accepted, Allah subhanahu wa ta'ala blessed him, the forbearing child of Ismail alayhi salatu wasalam. Then Allah subhanahu wa ta'ala put him through this test. When Ismail alayhi salatu wasalam grew up and he became to an age that he can help the father, be with the father and assist the father, Allah subhanahu wa ta'ala is testing Ibrahim alayhi salatu wasalam and saying, go sacrifice him. And the way he's asking him to sacrifice him is ajib because the story, the details, the tafsir, we don't want to get into the detail of everything. They always give me very few minutes, so they can't really talk in few minutes. That's the problem. But it says, فَانْظُرْ مَا ذَا What is your opinion? Allah subhanahu wa ta'ala is asking you about the sacrifice. Then it goes on and on. That one sacrifice, Allah subhanahu wa ta'ala puts him through, he is passed. Then the second sacrifice, Allah subhanahu wa ta'ala tells him in the barren land with nothing there, no life, no food, no water, no sign of help. Not a single animal, nothing there. وَادِيَ غَيْرَ ذِي ذَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ Allah subhanahu wa ta'ala says, leave your family, your beautiful wife,
And your innocent child that you cried for 10 years, Allah finally gave you that child. He says, go leave them and come back from there. Why? Because it's a hukum of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the different things Allah subhanahu wa ta'ala tested Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam, just to see that what type of a servant is he, what type of a person is he, that he will submit his will to the will of his creator. Then in the ending of the particular chapter in Hajj and in Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِي. In different places in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, سَلَامٌ عَلَىٰ Ibrahim. Because of the sacrifices and the things that he went through, and the way he submitted his will to Allah subhanahu wa ta'ala, and the way he had 100% tawakkul, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. That if my Khaliq and my Creator asks me or requests me to do something, Allah subhanahu wa ta'ala will not waste me. Allah subhanahu wa ta'ala will not destroy me and my family. It is just a test, it is a short period of time. So when he says to sacrifice his son, this is also a test. When he tells him to leave the family, this is also a test. When the people who are against Islam, the enemies, the kuffar and mushrikeen, are plotting a major fight and a major battle against him, and they're throwing him into the fire, Allah subhanahu wa ta'ala says, just go with the flow, go with whatever they do, Allah subhanahu wa ta'ala will do what he has to do. They're planning something, Allah subhanahu wa ta'ala is planning something. But وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. The planning of Allah subhanahu wa ta'ala is always precedent and always prevails over the planning of the makhluk and the creation. Allah subhanahu wa ta'ala says, keep going. He says, قُلْنَا يَا نَارَ. Allah orders the fire. يَا نَارَ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٍ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمٍ. That you become cool and peaceful for my servant Ibrahim alayhi salatu wasalam. So the fire itself, the actual fire, the attribute of that fire, because of the hukum and the udhun of Allah, it became cool. The ulama write in the Mufassirin that between the words of bardan wa salaman, bard means extreme cold, beautiful cold water, like bard. If Allah subhanahu wa ta'ala didn't use the word salam, Ibrahim alayhi salatu wasalam would have frozen to death. So they say that Allah subhanahu wa ta'ala right away he says, bardan wa salaman. Salaman means salamti, peaceful, beautiful, just so comfortable. It's not too warm, it's not too cold, just right. Allah subhanahu wa ta'ala says, ala Ibrahim, upon my servant Ibrahim, make it beautiful. So he said that beautiful time, the comfort, the relaxation, that peace I had in that particular time in the fire, I never experienced that in my life. This is the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala, the way he puts people through different trials and different tribulations. And this is a test that we get from Ibrahim alayhi salatu wasalam's life, from other prophets as well. In the ending, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. And struggle and always be mindful in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, حَقَّ جِهَادِ. Because the path of Allah subhanahu wa ta'ala is the path. It's the real path. That's the path that you have to struggle. You have to cry. You have to make effort that you get close to Allah. Allah guides you in this world and gives you the best in the hereafter. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ. This particular nation that we are following, this ummah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, before the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the lineage and the silsila went to Ismail and his forefather Ibrahim alayhi salatu wa sallam. So Allah makes it clear, he mentions millata abikum Ibrahim. This nation, this millah is of your forefather Ibrahim alayhi salatu wa sallam. This is also mentioned in other books of different religions. Millata abikum Ibrahim huwa sammakum al-muslimin. The way he gave up his will and he submitted to Allah subhanahu wa ta'ala, because of that Allah became so happy and Allah subhanahu wa ta'ala gave this nation the name of Muslims. We got the name of Muslims, the one who submit their will to the will of Allah. Because of the sacrifice of Ibrahim alayhi salatu wasalam, Allah gave us this name. May Allah subhanahu wa ta'ala grant Ibrahim alayhi salatu wasalam the greatest and the highest of the rewards. Millata abikum Ibrahim huwa sammakum al-muslimin. Quran goes on and on. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability that we can reflect and we can gain benefit, admonition from the beautiful ayat and the verses. I hope I didn't go too much over time. جزاكم الله قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Too short, too long. I don't know. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب
ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبط له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير لهما ألم تر أن الله سخر لكما في السماوات وما في الأرض ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى صراط مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كثيرا طيبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
إن الله وشهد أن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله سبحان الله. اللهم تقبل منا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى التاحين. قال رب انصرني بما كذبون. فوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياة
حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم في العذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن آباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما
يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله واجب الوتر الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم تقبل منا يا رب العالمين اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نسأل الله اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا تحيا وسلام يا رب العالمين.